$40 من الصور المتحركه اللي هي زي دي 60 ثانيه تسابقوا بالرقم 153. تعالى وري الراجل دوت على موقع فايفر عنده اكتر من 600 تقييم ومتوسط سعره $40 للجيف اللي مدتها من 5 ل 10 ثواني. لو ضربنا عدد التقييمات في متوسط سعر الخدمات هيطلع لنا تقريبا $24,000، يعني بتاع 800,000 جنيه تقريبا. الراجل ده بيعمل شغلانه دلوقتي حالا، كل اللي بيعمله لك ان هو بيعمل لك جيف زي كده مثلا. هتقول لي طيب والكلام دوت بيتعمل ازاي؟ اقول لك ان في طريقتين عشان تعمل كده. اول طريقه وهي ان انت تصمم جيف عادي جدا، وتاني طريقه ان انت تجيب فيديو MP4 انت تكون مصممه وتحول الصوره متحركه. عموما انا هشرح لك الاثنين، تعالى اوريك. اول واحد، اسهل طريقه ان انت تدخل على موقع كانفا وتسيرش على GIF templates، هتلاقي هنا هو حرفيا الاف التصاميم. تعدلها ازاي بقى؟ هتدوس عليها وبعد كده تدوس كاستمايز. انا مثلا هنا هكتب السبوبه سوا اسم الكورس بتاعي زي ما انت شايف كده، السبوبه سوا. عشان تبعتها للعميل هتعمل ايه؟ دوس هنا اهوت على زرار الشير، بعد كده هتدوس على داونلود، تيجي هنا اهوت عندك MP4 هتغيرها وتخليها GIF، دوس داونلود. برج عليك احلى $40. ولو محتاج مساعدتي في الوصول لاول دولار ليك اونلاين ادخل على اللينك دوت وهتلاقي طرق التواصل جوه، دوس عليها وكلمني في اي طريقه منهم. وكده انت